عليك بقى انت مش معقول في انا يعني مثلا ابرزتي انت ما كان بدك تطلعيه، كنتي خايفه تطلعيه هالقصص؟ انا بنكسف كثير على فكره، كثير خجوله. حسيت انه مثلا انه قدرت تتأمني؟ يعني الحب ايه منه عيب؟ لا بعرف انه ما عيب الحب، بعرف انه ما عيب، انتو انه قدرت تحبيني بسرعة مثلا، مثل انت كنت اول شيء معارضة. اي فيك تقول الحب لدرجة الحب وهيك وهيك، يعني في تعود وفي استلطاف وفي راحة وفي طيب مثلا افترضي في افترضي افترضي في في شغف لأشوف، وفي فهمت، طيب وفي حكي بدنا نحكي وبدنا نعيط على بعض، هي قصص حلوة طيب ايه انا كثير حلوة. شو مثلا نظرك لشو بتودي؟ اوكي مثلا بتوتد العلاقة، مو فيني ما بجي اجيك من اول اسبوع تاني اسبوع هاتي كله بحبك وبموت كل فيك لا 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 ما وجتام فهمتك، وبكل اللغات. لا لا مو هيك مو هيك ما فهمتي. طيب افترضي مثلا افترضي تسميت وطلعت انا. بطلع انا، وانا كمان بدي اطلع، بس بقولي سموني بطلع. طيب مو هيك، افترضي ما قصد الزواج بيناتنا ما نجحت، بتتضايق؟ بصراحة هلا مثلا اكيد بتضايق. السبب السبب اني كان بدي بس كان بدك شو بدها، شو بدور، عرفتك انا شو بدور. ما عم بعلم شو عم دور، انت الشيء ما بدك تحكيه تسمع، مو بس كان بدك، انه هي موضوع كان بدي. اوكي كان بدي اشتري بنطلون جينز وما مو انت خلص بنطلون ولا مثلا مثلا بس، هاي التايب تبعي، هاي الستايل اللي بدي اياه، يعني هاي انسان اذا فقدته يعني ما راح الاقي واحد يحبني اكثر من هيك، وما راح ما حلاقي واحد يحبني اكثر من هيك، ولا ما حلاقي واحد حبه انا كان مثل ما هو حاببني مثلا. عرفتك انا بلعب لك هيك انت بتلعب ما حياتي قد ما حاولت تلف وتدوري انا بعرف لف ودور اكثر منك. قولي لي احكي احكي طلعي بقلبك مو غلط. ناس بيعشقونا كتير معك عم اسمعك. ما فيني، المهم والأهم أني أنا انت شو يعني مغيرة كتير على الأول. يعني هلا انت عم تقولي انا بدي اياك لاي درجه؟ اصلا انا بدي ما اياك تقول لي الدرجات بليز، لا طب مو لاي درجه، ما مو لاي تحط درجه، شي ما خلينا نغير صيغه السؤال، انه انت بدك يعني لدرجه انه نتجوز نعيش العمر كله مع بعض؟ ان شاء الله. ليش لا؟ طبعا ان شاء الله، بس انت من جوا بدي شوفها فيها لها اكثر من معنى. ما فهمت شلون يعني أنا لا بدي لها الدرجة، بدي لها لا، بدي في بدك وما بدك، في مقتنع او غير، او أنت شو بدك؟ بدي تحل عني وتروح أنت تفوت شو على اللفت. بدك؟ عم نحكي عم نحكي بدي احكي 20,000 مرة. لا لا بدي معناتها بدي بدك شو؟ بدنا نكمل مع بعض ان شاء الله، نجيب اولاد. ليش لا؟ تذكري لما اجيتي؟ شلون كنت؟ ما اتذكر. انه ايه ما ثقيلة. بالبرنامج، لا بالبرنامج ما حد جوز انا، يمكن بعد البرنامج تذكري؟ عرفتي شو اللي مجنني فيكي؟ انه طلب ايدي اعمل شيء. بإرادتي. هلا هي ما القصه ما انا تحدي، مو معناتها انا اعمل لك انه انا شاطر انه انت لا مو ارادتك هيك، مو قوي. هيك حياتي، مو شوفي هيك. حبيبتي شوفي، انت شغله اللي غايبه عنك اكيد اول ناس شيء بارادتك، بيعشقونا اكيد كتير. اكيد اول شيء بارادتك، بس هلا مثلا لو بعرف احببك بحالي كنتي مثلا مو فارقة معي. صح؟ لو ما كنت بحبك كنت من أول ضربة حلي عني، صح؟ بس أنا بعرف هيك الفكرة، ما تجطز بحب البنت وبس، اللي بيرضى بيرضى، اللي بيزعل بيزعل، ما بدي إياها مرتي، الفرحني أكتر من هيك إنه أهلك مبسوطين فيكي، حابيني، مو كرهانيني، مثلا يعني، صحيح أنا أزعل شوي بس بحبوني يعني. يعني هيك قصص مبسوط لأ وأنا كمان
أنا بلا أهلي ما فيني، بالأخص إنه فرحة الأهل بابن ببنتهم كبروها وشايفين فيها حال ومش شايفين فيها كل طب شيء أهلك ما وشايفونا كانوا موافقين، شو كتبت؟ شو كان كانت الحل؟ كتير صعبة يحيى، كتير كحتكو يمكن تكون قاعدة مستحيلة. ولو انه يقول اوكي اللي بدك اياه وما ادري شو، بس كنوال ما فيني اعمل شي بلا اهلي. الحمد انا لله كتير عائلية على فكرة، وكتير بحب العيلة، وكتير بحب الحمد لله يعني يعني اذا الحمد كان لله. واحد تاني ما انت يعني يقول خلص انا يا عديت 18 وما خصني بعرف وبعمل اللي بدي، يعني، لا انت سوري بدي وما اقول لك يا جابوني بدي اعمل وتعذبوا نفس الشيء. علي وشالوا بتعرفي بقعد بحكي انا ورا صحابي شالوها لما من بيجوا بقهم وجابوا لي اياها وعلموني والحمد لله، وبيبعتوا لي ناس بيقولوا لي يعني اهلك كيف التربية، فخورين بي اكيد احنا فخورين بك، كيف اهلك، كيف راح اهلك راح يكونوا. عشان هيك شو عامل لك، بقعد بحكي احيانا عن الغير، او بحكي انا وبيني وبين حالي انه اذا اللي عم تعمل مثلا هيك قدام الناس، مثلا اللي عم تدلل امك وهي ما انا مضطرة، كيف حتعاملك؟ فيك تأمن عليك وحدي، فهمتيني؟ فيني أمن عليك مع هيك مرة على حياتي كلها. طلبت منك طلب انا وانتي عملتيه، بتعرفي اوف عندي قلب الدنيا، مع انه انتي مانك مضطرة، انه ما في شيء وكذا. هلا غرت عليك وجنيت وانتي عم تراضيني وكذا، انه مع انه لسه نحن ما ارتبطنا ارتباط رسمي، انه لهلا لسه ما لي عندك شيء، صح؟ كله بقدره انا، هذا الشيء كله بقدره، هذا الشيء نوال بيبين معدن البني ادم. وانا يعني اذا كنت يعني مثلا انا عملت انا انت عصبت علي وانا راضيتك، وما كان بدي راضيك بس راضيتك، بدي اشوف الرياكشن تبعك كيف راح تكون، اذا انت قدرت هالشي ولا ما قدرته. اذا يعني اوكي هالبنت يعني بشوف شايفة حال يعني شايفة حالها، فهمت علي؟ نوال نوال انا انت كمان بعرف بشغل مخي. بعرف انك خير من خير، بس انت بالنسبه الي الماس، فهمتي الماسة كيف؟ المغرب حياتي. لا لا الماسه، فهمتي؟ ما فيني محافظ عليها، ما بيهون قلت لك انا ما بيهون علي زعلك، بعصب شوي كذا بس ما بيهون علي ضلك زعلانه، انت بتعرفي